الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كلمه دكتور. طبعا دكتور، مع حضرتك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور. مرحبا. الله يخليك. انا يعني عندي جميع عضلات جسمي بتوجعني، فاسترت على دكتور مخ واعصاب وطب نفسي، فقال لي لازم اعرف وكده. لازم ايه؟ رسم مخ. اعمل رسم مخ. عمل رسم مخ وبتاع، طلع نورمال يعني طبيعي. تمام. بس قال لي النسب بتاعت اللي حوالين المخ اللي هي المواد الكيميائيه يعني مش متظبطه. فقال لي اعمل في جهاز هو عنده كده، قال لي عايز 20 جلسه وكده. رحت الدكتور تاني، قال لي لا انت طبيعي وكده، عايز ايه شويه مقويات وحاجه للاعصاب وكده. بس انا عايز اسال عن النسب دي، يعني في حاجه فعلا النسب ديت مش مظبطه، فعشان كده عامله لي ممكن تعمل لي اعراض بالارهاق ودفيان في ايديا ملوش سبب. سن حضرتك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 29 سنه. 29 سنه، في سكر او ضغط؟ لا ما فيش ضغط، في كوليسترول مثلا، نجرس، حاجه زي كده. كوليسترولك عالي قوي لدرجه بتخليك ان انت تتلخبط يعني في باقي الوظائف؟ هو 197. طيب هرد على حضرتك. تمام، شكرا لحضرتك والف سلام عليك دكتور احمد، هيرد عليك حالا. شكرا ليك. بصي، هو المشاكل المسلز او المسلز اتنشن او الشده بتاعت العضلات دي من اهم علامات الانكزايتي زي ما قلنا في بدايه الحلقه. من انجح الحاجات ما دمنا اتاكدنا، ولو سمحتوا يا جماعه يعني يا ريت لا نسيء التعامل مع الام الناس. يعني اقعد وهعمل لك جهاز واعمل لك مش عارف ايه ومش عارف ايه حواليك، هشفط ايه وحاجات كده. انت عملت رسم مخ ورسم مخ طلع سليم، كتر خيرك، من فضلك كن امين علميا وقول له روح لحد بتاع علاج نفسي عشان يعمل لك ريلاكسيشن ثيرابي. جلسات الاسترخاء دي بتساعد على السيطره على التنشن بيحصل في العضلات وبيخلي حاله التيبس دي تفك. ثلاث اربع جلسات بيتعلم فيهم ان هو يسيطر على انفعالاته وما يستقبلش كل حاجه على الرئه النفسيه بتاعته فتلتهب، فبيبقى كويس. يعني يا ريت نسهل على الناس، يعني نبوس لحد إليكم. من اساتذه العلاج النفسي، حد من بتوع العلاج النفسي عشان يعمل لك ريلاكسيشن ثيرابي.